صد حرام يعرف يقول لي سولي سلمه كان سبتني بسبوسه صلصه انبوبه صحرف جليل الكين سفينه سنعمل بحث سي يا فندي صد حاله سهم فراوله كل سماعه انت بتقول ايه؟ ده اللي قاله احمد حلمي في الاعلان بتاعه ومحدش فهمه. تعرفوا ان اللغه دي مصريه؟ اه والله مصريه. لو عايز تعرف ايه الحكايه تابعني انا محمد محمود على لايف ستوري. الجملة اللي كانت في البداية كان معناها حد يعرف لو الكلمة بتبتدي اصلا بحرف السين بنعمل ايه؟ حد فهم السؤال؟ دي لغة اسمها السغة لمبة او السغة لمون، كان بيستخدمها بعض الناس عشان محدش يفهم اللي بيقولوه. الاوامر اللي عندي ان انا ما اقولكش حاجة وان ما نعرفش حاجة وانا ما اعرفش حاجة. قواعدها ببساطة حذف اول حرف من الكلمة الاولى في الجملة وتبديله بحرف السين، اما الكلمة اللي بعدها بتبتدي بالحرف اللي حذفته. في 2017 استخدمها الفنان احمد مكي لاول مره في وسائل التواصل الاجتماعي عبر صفحته على الفيسبوك باسم سك ملواني، لما معرفش يعمل صفحه باسمه عشان في صفحات كتير اتعملت باسم احمد مكي. اخويا اسامه كان جنب البلد ومعاه فلوس، ادوا له تليفون خلاوه، قال له خلك عرفات اتدفن على وشه ومعدي كتير. انتشرت قوي اللغه دي في فتره التسعينات في احياء الجيزه، صنفها الخبراء والادباء لغه من لغات السريه المصريه تحت راية الأدب الشعبي، ومنها مصطلحات زي ابعت لي صابرين، ابعت لي حشيش، أحمرة 10 سنين، أخضرة السجن 5 سنين، العامة العقوبة الإعدام، دي ممطوطة المخدرات غرقة في مية البحر، ربع زيتون ربع أفيون، غندق اختشي. يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، عشان أصيل لبخة في الكلام، أصيل لبخة. ولكن هل دي اللغة السرية الوحيدة في مصر؟ بالطبع لا، المؤلف الراحل محمد لطفي جمعة ألف قاموس عن اللغات السرية ونشره في كتاب اسمه مباحث في الفلكلور، وقال فيه إن التجار في مصر اخترعوا لغات سرية أو لغات السيم، وهي لغة عربية فصيحة بمعنى اللغز، وقال جمعة كمان إن السيم المقصود منه تسهيل التعامل بين الناس وبعضها، وأشهر مثال على ده لغة الأهوجية، زي كلمة اسكيتو للتعبير عن القهوة السادة، وغير لغة تجار الذهب اللي أسسها اليهود المصريين زمان، عشان كده هتلاقي كلمات كتير عبرية زي الدفش اللي في شلك أشفور بمعنى الزبون اللي قدامك ده مفلس. أبخ 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 دي الجي دي الجي دي الجي دي الجي دي الجي سكوا دي ما أندي. أما محمد حسن عيسى الباحث اللغوي المصري كشف عن لغة تانية أو سين تاني ظهر بين الشباب في اسكندرية، واللغة دي معروفة باسم الخيش، ودي بيستخدمها أفراد العصابات، وفيها مصطلحات كتير زي دكاري ختياك يعني يقصد بيها الدين سجارة، وتومانيان يعني إهرابوا البوليس جاي، ومردران يعني بنت مش جميلة، أما أتونة يعني بنت جميلة جدا جدا. أوه يا أوه يا أوه يا وبسبب اللغات الكتير اللي اخترعها المصريين، مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة اسكندرية سنة 2007 أصدر معجم باسم معجم لغة الحياة اليومية، وكتبه 3 من الخبراء، هم الدكتور محمد الجهري والدكتور إبراهيم عبد الحافظ والدكتور مصطفى جاد، ورصدوا 50,000 كلمة ومصطلح اللي دخلت على اللغة العربية بعد ما اخترعها المصريين حديثا، والكلمات دي منها حز الدفش محز السيم يعني خلي بالك الواقف فاهم اللغة، حز مخلعون يعني يلا نمشي من هنا، حز ميكروفون يعني كبر دماغك، حز الدفش لكلكون يعني خلي بالك رغاي قوي، حز ملعون يعني ولع سيجارة، حز يعني اسكت، الاروى بهو يعني الفلوس كتيرة، ترمسة الساعة، جد اهرب البوليس جاي، جوستن شوف جيوبك، كتف اسكت، الهلسة جويس العملية وحشة وملهاش فايدة، نتشة سيب الزبون، اما كباري ضابط البوليس. قول كده البتاعة اللي انت عملتها دي كده، قولها كده، قولها انا عارفها، بس قولها انا عارف انا البتاعة دي كده، وانا اقول يا رب اهي البتاعة اللي انا بشوفها في الكتابة اهي، يا جدع والله العظيم يا جدع ده انت هايل.